أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وما هم لكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه أو مغارات أو مدخلا يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. صدق الله.